الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يراد بالآية الذين يتركون الصلاة بالكلية أم يؤخرون الصلاة عن الوقت أم يدعون بعض الواجبات أم الذين يصلون بأبدانهم وقلوبهم لاهية؟ وهذه كلها أقاويل قيلت في معنى هذه الآية. القول الأول في معنى هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وبعض العلماء ضاعف هذا القول، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لم تقبل منه. وذهب الطائفة إلى أن المقصود أن يؤخر الصلاة عن وقت إذا كان مما يجمع إليها، فيدخل في عموم الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا قول غير بعيد، يكون مقيدا للقول الذي قبله. القول الثاني أن معنى قول جل وعلا فويل للمصلين أي الذين يتركون الصلاة بالكلية، وهذا قول ضعيف. وقد سئل عنه ابن مسعود قال لو تركوها لكفروا، وأنكر غير واحد من العلماء يكون هذا معنى الآية. القول الثالث ذهب طائفة من المفسرين إلى أن المعنى الذين يصلون في الأوقات ولكن بقلوب لاهية، ولكن بقلوب لاهية، وهذا من الأقوال القوية في معنى الآية. وأصح الأقوال في الآية قولا، إما أن تحمل الآية على الذين يؤدون الصلاة فيها بعد وقتها، أو تحمل الآية على الذين يصلون بلا حضور. وعلى هذا وملخص القول في أن الآية فويل المصلين الذين هم عن صلاة ساهون تشمل معنيين: المعنى الأول تأخير الصلاة عن الوقت، المعنى الثاني الغفلة عن الخشوع وعدم الحضور، إنما يصلي ببدنه وقلبه مع الناس في الشوارع والأسواق.